لاعبو مولودية بجاية ومن خلال سلسلة هجومية أرادوا تحقيق السيطرة على المضيف ترجي مستغانم، حيث سارت أطوار الشوط الأول لصالح الثنائي البجاوي حنيدر ونمديل اللذين صنعا نسوجا كروية لكنها لم تحدث الفارق أمام حارس ترجي مستغانم شهرم الذي تصدى للعديد من الكرات، في حين لم تبرز لدى لاعبي ترجي مستغانم الرغبة في التهديف الذي بقي غائبا في المرحلة الأولى. في الشوط الثاني عاد ترجي مستغانم إلى جو العمل الهجومي وأشار إلى ذلك اللاعب بربري في الدقيقة 50 بعد تسجيله للهدف الأول والوحيد في اللقاء إثر هفوة في الدفاع وخروج غير موفق للحارس البجاوي بالعيد. بعد دقيقتين رد فعل البجاويين كان إثر مخالفة لكن الكرة مرت فوق العارضة ليدخل لاعب الفريقين في ضغط متبادل غير ذي فعالية وعدم استغلال الفرص المتاحة ليحتفظ في الأخير ترجي مستغانم بنتيجة هدف دون رد أمام مولودية بجاية. المقابلة كانت يعني